لاحظ هنا قال في الحاشية ما لم يفت بانتظارهم، قال والإضافة من إضافة المصدر لمفعوله. إيش معنى هذا؟ انتظار مصدر، انتظر ينتظر انتظارا، انتظارهم هذا الضمير هم مفعول به، فالمصدر قد يضاف إلى فاعله وقد يضاف إلى مفعوله. هنا أضاف المصدر إلى مفعوله وحذف الفاعل، والمقصود قال بانتظاره إياهم، فالفاعل الضمير الأول محذوف وأضافه مباشرة إلى المفعول، فهو قال من إضافة المصدر إلى مفعوله. أنت خلاص ستفهم معنى هذا بانتظارهم فضيلته. نعم. وتدرك فضيلة تحرم مع إمام بحضوره، حضوره مصدر من إضافة المصدر إلى فاعله، أي حضور المأموم. الآن مصدر أضيف إلى مفعول ومصدر أضيف إلى فاعل. عندما ندرس عند العلماء، العلماء يوم بعد يوم بمرور الوقت سيركزون على شيء اسمه ضمير، وسيعلمون الطالب هذا الضمير ما هو، كما الآن هذا ضمير قصد به مفعول وهذا الضمير قصد به فاعل، وسيعلمون الطالب أن هذا الضمير له مرجعية، فقد يرجع على شيء قريب، وربما صنعة الكتابة أرجعت الضمير إلى مكان بعيد، وحين ذاك تطلب من الأستاذ أن يعلم الطالب إشارة يضعها فوق الضمير ويضعها على مرجعية ذلك الضمير، ليعلم عندما قرأ أن هذا مقصود به هذا وليس غيره. وبدون هذا يحصل هناك في بعض الأحيان إشكال، وله أمثلة في القرآن الكريم، ليس هذا وقته. وقد وصلتنا هدية قديقة هذه الأيام من الشيخ أحمد التجاني، دكتور أحمد التجاني من مصر، أرسل لنا رسالته، رسالة الدكتوراه اسمها مرجع الضمير. كنت أنتظر أن أرى هذه الرسالة، الحمد لله هي الآن بين أيدينا، إن شاء الله يأتي يوم وندرسها هنا ونقرأها هنا إن شاء الله. كل من درس في علم التراث لابد يوما من الأيام، في عدة أيام وعدة دروس، أن يقف على الضمير كما الآن.